احنا من 10 سنين بنجي على هالسد، وكانوا هالحيوانات بيشربوا هالاراضي كلها بتشرب منه، هلا نشف وصلنا نلقن مي بالصهر نسقي الحيوانات. تدويسات بالنسبه لهالسنه ضررنا كثير، هو شحه المياه واعطال بالشبكه الري وتاخر المطر مما ادى الى تلف محاصيل الزراعيه. نظر منذ العام الماضي لقلة النظر لشح الأمطار وقلة التخزين في جسم السد وزيادة التسريبات من الخط الرئيسي المعدني بسبب اهتراء الخط الرئيسي المعدني، كل هذا أدى إلى استنزاف المياه بشكل جائر من جسم السد. ولعدم